الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا المقطع للإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics تحت عنوان توزيع بويسون أو بويسون ديستريبيوشن أو بويسون ديستريبيوشن. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أرجاء الوطن العربي الحبيب وأقطار العالم. وعلى بركة الله نبدأ. توزيع بويسون أو بويسون، بويسون ديستريبيوشن. قدمنا في مقطعين سابقين المبادئ الأساسية لتجربة برنولي أو ما يسمى برنولي ترايل، باعتبارها هذه التجربة أساسا لقوانين الاحتمال الأكثر استعمالا. ثم قدمنا توزيع ذي الحدين باينوميال ديستريبيوشن أو باينوميال لو. سنقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع المبادئ الأساسية لتوزيع بويسون ديستريبيوشن باعتباره أحد التوزيعات الاحتمالية المتقطعة. هنا عندما نذكر كلمة متقطع أو مصطلح توزيع احتمالي متقطع، نقارنه بالتوزيع الاحتمالي المتصل continuous probability distribution مقابل discrete probability distribution. وهذا التوزيع هو كثير الاستعمال. أفضل وأتمنى على أحبة الطلبة والمتابعين أن يعودوا إلى المقطعين المشار إليهما لإنعاش الذاكرة حول تجربة برنولي وتوزيع ذي الحدين. تعريفات: لنفترض بأن باحثا ما أجرى تجربتين مستقلتين من تجارب برنولي، برنولي ترايلز. كان في الأولى أن حجم العينة أو عدد التجارب التي قام بها 50، واحتمال النجاح كان 10%، 1 بالعشرة 10%. أما في التجربة الثانية فكان حجم العينة أو عدد التجارب التي قام بها 100، أن تساوي 100، وبقي احتمال النجاح الحدث الذي يريد طبعا بقي عند مستوى 10%. ما نلاحظه من الشكلين البيانيين الآتيين بأن الالتواء، سأضع الشكلين بأن الالتواء في الأولى، الالتواء هذا اللي هو إلى اليمين بمعنى آخر، يعني أين يذهب التوزيع؟ كلما زاد عدد التجارب أو يعني ما نريد أنه عدد النجاحات بهذه الحالة من التجارب متعددة، يلتو إلى اليمين لأنه عدد التجارب هنا 50 والاحتمال 10%، فالالتواء ذهب إلى اليمين والذيل طويل إلى حد ما. بنلاحظ أنه وصل الديستريبيوشن أو التوزيع إلى أعظم حالة ممكنة هنا، لكن أخذ ينحدر الاحتمال إلى الصفر في عند هذا المستوى. أما في التجربة الثانية فحجم العينة أو عدد التجارب 100 مرة، بقي الاحتمال عند المستوى نفسه. ما نلاحظه بأن تكاثفت الآن الاحتمالات قريبة من بعضها البعض، لكن لاحظوا كيف انحدر الاحتمال وكان ذيل التوزيع طويل إلى اليمين. فبنلاحظه هنا عند الخط الأخضر هذا الصغير، وهنا عند الخط الأحمر الصغير هذا أو الرفيع. الآن لابد والحال كذلك، إذا انخفض الاحتمال دفعة واحدة نحو الصفر لابد كذلك والحال كذلك أن نبحث عن طريقة أخرى لتقدير الاحتمالات من التجربتين. لنتذكر بأن القيمة المتوقعة من تجربة برنولي هي the expected value، القيمة المتوقعة على المطالع العشوائي تساوي حاصل عدد التجارب مضروب في احتمال نجاح الحدث الذي يريد الباحث، ف N في P. الآن هذا عدد التجارب أو حجم العينة، وهون احتمال نجاح الحدث أو وقوع الحدث، احتمال وقوع الحدث الذي يريد. لو افترضنا بأن القيمة المتوقعة expected value max بقيت ثابتة في التجارب التي لا يمكننا تقدير قيمة الاحتمال كما في التجربتين السابقتين، أي أن حاصل ضرب N في P يبقى ثابتا، وذلك باختيار N و P على نحو يبقي حاصل الضرب ثابتا، فإن بإمكاننا الحصول على قانون نستطيع من خلاله حساب الاحتمالات مهما كانت المعلمة فيها احتمال النجاح صغيرة. وعلى سبيل المثال نلاحظ هنا حجم العينة أو عدد التجارب 100، احتمال النجاح 1%، هنا بقي الآن القيمة المتوقعة 1 صحيح. نلاحظ هنا في هذه الحالة الثانية عدد التجارب كان 50، الاحتمال كان 2%، احتمال نجاح الحدث الذي نريد،
فالقيمة المتوقعة 1 صحيح. وكذلك الأمر إذا ارتفع حجم العينة أو عدد التجارب إلى 200 الاحتمال 5 بالألف، وبالتالي بقيت القيمة المتوقعة عند 1 صحيح. ما يعني نستطيع أن نسيطر على القيمة المتوقعة، شريطة أن نغير ونبدل بين حجم العينة واحتمال نجاح وقوع الحدث. يمكننا تصور وقوع الأحداث من منظور بويسون وكأنها تتدفق بشكل متقطع في مجرى زمني، كأن نقول خلال فترة كما يأتي. لنفترض بأن هناك تدفقا زمنيا مدته أسبوع، يعني يوم الأول الثاني الثالث لمدة 7 أيام، وقعت خلال الأسبوع المذكور هذا أحداث معينة، كأن نقول حالات زواج، طلاق، حوادث طرق وهكذا. الآن نريد أن نستكشف احتمال وقوع الحدث الذي نريد، حالة الزواج، حالة الطلاق، حالة سير وهكذا. ما الذي يعني ينبغي أن نقوم به؟ نقوم بما يلي: يتم تقطيع الأسبوع إلى فترات زمنية مدة الواحدة منها يوم واحد على سبيل المثال، أو تجزئته الأسبوع المتعدد إلى 168 ساعة مثلا، ثم يقسم عدد الأحداث على الفترات الزمنية التي يختارها الباحث حتى لو كانت متناهية في الصغر. لو ذكرنا بدل الساعات دقائق، ثواني، أعشار من الثانية، 1 بالمئة 200، نستطيع ذلك، لكن شريط أن لا تتداخل الفترات الزمنية. تمثل كل نقطة على خط التدفق الزمني حدث معين. في الشكل المرفق هنا هناك 12 حدثا. معدل وقوع الحدث، يعني عندي هنا بالأسبوع الأول حدث واحد، في الأسبوع الثاني حدثين، حدث واحد، ثلاثة أحداث، ثلاثة أحداث، حدث واحد، حدث واحد، وبالتالي مجموعها 12 حدثا خلال 7 أيام. لو قسمنا 12 حدثا على 7 أيام بيكون عندي معدل وقوع الحدث لامدا، هذه معدل وقوع الحدث، تساوي 1.7 من الحدث لكل يوم، أو إذا قسمناها على 168 ساعة بكون تقريبا 7% أو أكثر شوية، 7.14% حدث لكل ساعة. تسمى هذه الأحداث وكيفية وقوعها سيرورة بويسون، بويسون بروسس. يمكن صياغة قانون الاحتمال الذي يخضع له وقوع الحدث كما يأتي. دعنا نعرف القيمة المتوقعة لتجربة برنولي كما يأتي: القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي اللي هو متغير برنولي هنا يساوي لامدا، ويساوي NTP عدد التجارب أو عدد الأحداث مضروب في احتمال وقوع أو نجاح الحدث أو وقوع الحدث، وتساوي لامدا، حيث لامدا تعتمد على الزمن هنا، يعني لامدا is a function of t تعتمد كدالة في الزمن. فيكون قانون احتمال وقوع الحدث سأثبت هذا القانون في مقطع لاحق، لكن سأضعه كما يطبق على أرض الواقع. يكون طبعا هنا وقوع حدث لكل فترة زمنية كما يأتي. هنا احتمال أن يقع كي حدث، إذا علمنا بأن القيمة المتوقعة اللي هي لامدا تساوي كذا وكذا، وتساوي بالحالة هي E اللي هي العدد النايبيري للقوة سالب لامدا مضروب في حاصل قسمة لامدا للقوة كي مقسمة على كي فاكتوريال أو ما يسمى مضروب الكي، حيث الآن تسمى هذه الصيغة قانون توزيع بويسون، وهو متقطع، ويعتبر الحد النهائي ليميت الذي يصل إليه توزيع ذو الحدين. المتغير العشوائي كي تساوي اكس هو عدد الأحداث خلال الفترة الزمنية الواحدة مهما كانت صغيرة. هنا الآن احتمال وقوع كي من النجاحات إذا كان متوسط عدد النجاحات لامدا، وتساوي بالحالة هاي، طبعا هنا عدد النجاحات وهنا متوسط عدد النجاحات، هاي نهاية توزيع ذي الحدين عندما تؤول الفترات الزمنية إلى عدد كبير جدا، شريط الأخذ باعتبار بأن هذه تعطينا فكرة عن التواصل الزمني، لكن متصلة زمنيا الأحداث لكنها غير متداخلة، غير متداخلة. يرتبط توزيع بويسون مع معدل وقوع الحدث، أي أن المعلمة لامدا ترتبط بالزمن. معدل وقوع الحدث في كل وحدة زمنية كالثانية، الدقيقة، الساعة، اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، مهما كان اختيار الباحث،
ويتغير شكل التوزيع كلما تغيرت قيمة لامدا. الشكل أدناه يوضح الأشكال التي يتخذها توزيع بويسون في حالات أنه لامدا المعتمد على تي لامدا تساوي نصف، لامدا تساوي واحد، لامدا تساوي اثنين، لامدا تساوي ثمانية وهكذا. لاحظوا أنه عندما لامدا تساوي نصف كيف شكل التوزيع، عندما زالت لامدا من نصف إلى واحد أصبح التوزيع مختلف. عندما ارتفع الآن ارتفعت قيمة لامدا من واحد إلى اثنين أصبح هذا الخط الأخضر السميك، وأخيرا لامدا توزيع بويسون عندما تكون لامدا مساوية لقيمة الثمانية. هنا مثال، مثال القطع غير الصالحة، مثال يعني خيالي. لنفترض بأن خطا لإنتاج القطع الصناعية ينتج القطع باحتمال أن تكون قطعة المنتجة غير صالحة للاستعمال، احتمال أن تكون غير صالحة P تساوي 5%. إذن الآن احتمال أن تكون القطعة غير صالحة 5%، سحبت عينة عشوائية بحجم N تساوي 100. الآن 100 تجربة قمنا، يعني كأننا نقوم ب 100 تجربة برنولي، فN تساوي بالحالة هي 100. ما هو احتمال أن يكون K عدد القطع يعني غير الصالحة K؟ K قد تكون 0 1 2 3 مهما كان. في هذه الحالة تكون طبعا لاندا تساوي N في P اللي هو القيمة المتوقعة لحدث برنولي، وتساوي 100 ضرب 5% تساوي 5. إذن لاندا تساوي 5 في هذه الحالة، أي أن متوسط عدد القطع غير الصالح للاستعمال التي ينتجها خط الإنتاج هي لاندا تساوي 5 من كل 100. نستطيع حساب ذلك بواسطة قانون ذي الحدين، لكن P صغيرة، الاحتمال صغير هو 5%، صغيرة المقدار لا تعطينا التقدير الدقيق، وبالتالي يمكن استعمال قانون بويسون كما يأتي الآن. الآن P احتمال P أنه عدد النجاحات K تساوي 0 أو 1 أو 2 أو هكذا. إذا علمنا بأن لامدا متوسطة يساوي 5 وتساوي E to the power للقوة سالب لامدا مضروب في حاصل قسمة لامدا للقوة K على مضروب الK، وتساوي بالحالة هاي E للقوة سالب 5 مضروب في حاصل قسمة 5 للقوة K على K فاكتوريا أو مضروب الK. هذه الآن نعوض عن عدد النجاحات K بأي مقدار نريد، K الآن أي مقدار 0 1 2 3 مهما كان في إطار العينة تبعتنا الآن أن تساوي 100. نستكمل المثال، لو كانت K تساوي 3 مثلا فإن probability هي الآن احتمال K تساوي 3، إذا علمنا لامدا تساوي 5 بنطبق القانون نعوض عن لامدا، فبكون بالحالة هي احتمال هاي القيمة هذه E to the power سالب لامدا 5 تكون هذه القيمة مضروب في حاصل قسمة هذه القيمة على هذه القيمة تعطينا 20، وتساوي بهذه الحالة 14.4%، يعني تقريبا 14% احتمال أن يكون هناك من 100 قطعة، ثلاث منها غير صالحة للاستعمال. لو كانت كي 10 بمعنى آخر، ما هو احتمال أن يكون عدد القطع غير الصالحة 10 قطع مثلا؟ فإن الاحتمال بيكون بالحالة هاي حسب تطبيق القانون مباشرة يساوي تقريبا 2% أو 1.8 18% بالحالة هاي، أقل من 2% بشوي بقليل. يمكن تلخيص الاحتمالات لقيم مختلفة من كي كما في الجدول الآتي مع التوضيح البياني. الآن لاحظوا لي في الجدول افترضنا انه صفر قطعة غير صالحة او قطعة واحدة غير صالحة، قطعتان ثلاثة وهكذا 10 قطع، هذه الاحتمالات كما نلاحظه. وبالتالي التمثيل البياني للاحتمال من 0 إلى 10 يكون طبعا منخفض في البداية، يزداد يرتفع حتى يصل الى اعلى قيمة بين 4 و5، ثم يأخذ بالانخفاض حتى يصل الى 10، هنا 10 قطع، وبالتالي ينخفض. فهذا التمثيل ليس متماثلا كما ينبغي، لكن سبحان الله لو زدنا عدد حجم العينة وكان الاحتمال يساوي 50% فبكون متماثل 100%. مثال آخر، الآن مثال واقعي، حوادث الطرق في الأردن. تشير سجلات حوادث الطرق في الأردن للسنوات الماضية بأن متوسط عدد القتلى الناجم عن الحوادث عنها بلغ 2.163 يوميا،
يعني أقل من 3 قتلى وأكثر من بالمتوسط وأكثر من قتيلين. ما هو احتمال سقوط قتلى عددهم 0 أو 1 أو 2 أو 10 مثلا؟ كي الآن احتمال عدد النجاحات واحتمال النجاح طبعا هلأ بنحسبه من خلال القيمة. هاي الآن صيغة قانون بويسون، عدد النجاحات، متوسط الآن الحوادث عندي 2.163، نطبق القانون ونعوض أي قيمة عن كي 0 أو 1 أو 2 أو 10 أو مهما كان. فلاندا تساوي 2.163. يلخص الجدول الآتي الحسابات المطلوبة، ومنها نستطيع الحصول على احتمالات مفيدة. الآن لاحظوا لي أنه كي يعني عدد النجاحات 0 أو 1 أو 2 أو 3 حتى 10، فاحتمال أن يكون 0 قتيل، ليس هناك قتيلا في أي حالة، 11%، قتيل واحد احتمالها 24%، احتمال أن يكون قتيلان 27%، 3 قتلى 20%، 4 قتلى 11%. لاحظوا لي كيف الآن انخفض الآن طبعا ارتفع من 11 ل 24 ل 27، ثم أخذ بعد المتوسط الآن اللي هو 2 هنا، أخذ بالانخفاض التدريجي نحو الصفر. هذا الآن التمثيل البياني لحوادث الطرق في الأردن، فبنلاحظ أنه التوزيع ملتوي إلى اليمين وأخذ بالانحسار نحو الصفر بعد المتوسط اللي هو 2.136. نستكمل المثال. ما هو احتمال سقوط 5 قتلى أو أقل؟ يمكن الحصول على الاحتمال المطلوب بتطبيق القانون مباشرة أو بحسابه من الجدول. هذا هو الجدول الآن، 5 قتلى أو أقل. فنجمع احتمال 5 زائد احتمال 11 وهكذا حتى ننهي. وبالتالي الآن الاحتمال هو 5% زائد 11% زائد 20% زائد 27% زائد 24% زائد 11%. من هنا إلى هنا، لأنه 5 أو أقل. مثال واقع آخر، حدث الطلاق في الأردن، الإيفنت أوف ديفورس. بلغ متوسط وقوع حالات الطلاق في الأردن 36.93، يعني تقريبا 37 حالة طلاق يوميا للعام 2010. إذا اعتبرنا بأن حدث الطلاق يمثل حالة ما من الفشل، فإن آلية احتمال بويسون تنطبق عليه. بكون كي الآن نختارها بين 0 و 1 مهما كان، حتى أعطيت 75. لامدا متوسط الآن، هذا المتوسط يوميا تساوي 36.93% من الحالة أو الطلاق، يعني هنا 37 حالة طلاق. ما هو احتمال وقوع 40 حالة طلاق يوميا؟ بالتطبيق المباشر probability of k، احتمال k تساوي 40، إذا علمنا بأن لامدا تساوي 36.93 تساوي بالحالة هاي تطبيق قانون مباشرة تساوي أقل من 6%، 5.56%. الآن هذا هو توزيع بويسون كما ذكرت هنا من 0 إلى 75، لأنه بعد 75 أخذ بالانحسار التدريجي نحو الصفر. وبالتالي نلاحظ التماثل نحو يعني حول المعدل تبعنا هو 37، هو هذا الأحمر. وسبحان الله، لأنه زدت العدد أنا من 0 إلى 75، وكان تقريبا شبه متماثل، ليس متماثل 100% حول المتوسط اللي هو قيمة لامدا تساوي تقريبا 37. صفات وشروط توزيع بويسون. صفات وشروط توزيع بويسون، يعتبر بويسون حالة نهائية لتوزيع ذي الحدين، يسموه limiting case for the binomial distribution، ويستخدم في العادة عندما يؤول احتمال النجاح إلى الصفر، أي عندما P تقترب من الصفر. وسط التوزيع يساوي تباينه، إذا the expected value قيمة متوقعة للحدث يساوي mu of x ويساوي lambda of x وتساوي sigma square اللي هو الوسط، يساوي التباين. سبحان الله، يعطينا احتمال وقوع الحدث من صفر إلى ما لا نهاية، يعطينا احتمال وقوع الحدث كم مهما كان في قيمة من صفر إلى ما لا نهاية. لا يتم تطبيق قانون بويسون إلا إذا توافرت شروط 3، هي معدل وقوع الحدث ثابت، لا يمكن لحدثين أن يقعا في الوقت نفسه، الأحداث مستقلة، أي أن وقوع أي حدث لا يؤثر في وقوع أو عدم وقوع الحدث الآخر.
المقطع القادم بإذن الله. شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن التوزيع الطبيعي normal distribution باعتباره توزيعا متصلا continuous كما ذكرت في الماضي أو في بداية المقطع مقارنة مع التوزيع المتقطع اللي هي توزيع المتقطع discrete التي أتينا عليها في المقاطع السابقة. والتوزيع الطبيعي هو من أهم التوزيعات الاحتمالية وأكثرها استخداما في الاقتصاد والعلوم الإدارية، سنقدمه مع أمثل وتفاصيل أكثر. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.